هذا مش أشهر خزان في العالم، يمكن خزان بريدة، وفوق في مجلس كبير، وفوقه في مطل. الآن حنروح فيه إن شاء الله. يعني هو معلم قديم فعلا ترى، لكنه ما زال من أشهر الأشياء في بريدة. ما عمري رحت اليوم، إن شاء الله نشوفه. هذا تعتبر الشرق الشرق لا لا الغرب الغرب. وبرضو عندك هنا المنطقة، هذه منطقة زراعية تعتبر سلة في ذا المنطقة. نحن الآن فوق برج بريدة، المنظر هنا صراحة جميل. احنا نزلنا من فوق المطل للمجلس، ما شاء الله هذا البرج عمره أكثر من 36 سنة، صيانته أظنها رائعة. يعني بدأ من تحت يا ايه رفعوه هيدروليك كامل. شوف هذه كلها صور يعني كمنتدينا. في صوت صدى صح؟ yeah. ما ادري واضح في السناب ولا لا. اي تعطي هذه القبب يعني مصممه، هذه اللي كانت اول قديم في صوت عجيب ترى. في كم لها الان؟ 20 سنه. شغل مرتب والله. تخيل هذه يقول لك لي 20 سنه، والله الصيانه هنا شغل مرتب.